هذه مؤسسة متعددة الاستقبال الشبابي، استقبال الـ VVD والأطفال أقل من 6 سنوات. بمناسبة يوم العالمي للطفولة، شركة تروس العبقري الصغير في هذه المناسبة، وتبقى لهم كذكرى إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا في مستوى إن شاء الله نشاركوا بنشاط من الأنشطة. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة السعيدة، قامت مديرية النشاط الاجتماعي باستدعاء القيام بهذا الحفل، باستدعاء روضة البراهم العائشة برج الحيط. قمنا ببعض النشاطات تاع الروضة، قمنا بتعريف الروضة روضة البراهم العائشة. أيضا راح نقوم إن شاء الله بنشاط في استعراض ونوع من الاستعراض باسم الطفولة تستغيث. نتمنى ان شاء الله الطفوله ان شاء الله الطفوله الصحه والعافيه ان شاء الله ومزيد من النجاح ان شاء الله. جميع أولاد العالم وأولاد فلسطين. وش تقول لهم؟ نقول لهم صحة عيدكم، عيد الطفولة، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الطفولة أهدي هذه الكلمة إلى فلسطين، أطفال فلسطين، ونقول لهم صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، وجميع أطفال العالم. عيد طفولة سعيد! عيد طفولة سعيد! أطفال الطفولة اللي تسعفوا في هذا اليوم، جينا باش نشاركوا الاحتفالية هذه، نقدم عرض مسرحي للأطفال، غادي نتواصل مع البنات، نقدم مليح، غادي إن شاء الله ربي يخلي أطفالنا الجزائر في ديما زاهدين وفرحانين، وهذا من حقهم، من حق حقهم أنهم يتلقوا ويلعبوا الملعب. وربي يخليهم ان شاء الله وربي يعطيهم الف مبروك.
السلام عليكم. بمناسبه عيد الطفوله المصابه في اول يوم كل سنه، استاذ مكتب مديريه النشاط الاجتماعي طرينا تحت الرعايه الساميه للسيد ولي الولايه بمؤسسه الطفوله المسعفه، اين تم استقبال اطفال الروضات، حدد 10 روضات على مستوى الولايه لتقديم انشطه، وكذلك المؤسستين المتخصصتين متمثله في مؤسسه الاطفال المعوقين البصريا ومدرسه الاطفال المعوقين السمعيا. والحمد لله يا رب الحمد لله ناجح. وهذه اطفال فرحه تاعنا نشوف فيها وشكرا.